the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Hello everyone. First of all, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Ismail. I am 14 years old. I study at Oxford Cultural Center. Ladies and gentlemen, dear brothers, sisters, guests and colleagues, good evening. Well, in my speech, I would like to tell you a brief description about myself. But first, allow me to generalize a sincere greeting to all of you. I love English language very much. I love my family and my friends. I love English language because it is an international language, the language of the era, the language of the science. When I grow up, I want to be a doctor. My name is Yagin. I am 11 years old. I live in Alfula city and at Daraya area. I am study at Rivaida school class 5. I study at Oxford Cultural Center. I learn English language because it is international language. The language of the era, the language of the science. In the name of the Lord, the compassionate and the merciful. Hello everyone. My name is Amna Muhammad Isa. I'm 12 years old. I'm a student at Oxford Cultural Center. أنا توسل محمود البابو. صراحة مع أوكسفورد إضافة حقيقية لولايتنا اللي بتفتقد لمثل هذه المعاهد والمراكز. فصراحة نحن عارفين طبعا نقطة ضعف الولاية اللي هي اللغة الإنجليزية، وما لغياب اللغة الفرنسية ولا غياب المعلم أو مدرس اللغة الإنجليزية، لكن صراحة اهتمامنا بها كان ما بالمستوى الممكن يصليه الطالب لدرجة انه يتحدث اللغة الانجليزية. فأهمية اللغة الانجليزية صراحة مش بس ان احنا بندرس بها، يعني انها تكون the language of the science، yes. لا، اللغة الانجليزية هي لغة الام ملازمانة في كل حياتنا. يعني انت عايز تقرا، عايز لغه انجليزيه، مشيت دوله تانية تتخاطب باللغه الانجليزيه، لغه الكمبيوتر لغه انجليزيه، فاصبحت لغه مهمه جدا، تكاد تكون اللغه الاولى، لولا اللغه الاولى لغه القران الكريم واللغه العربيه، فاللغه الانجليزيه اصبحت مهمه جدا جدا. فبنتمنى انه مشكله اللغه الانجليزيه تتحل من الصغر. يعني فحاليا معهد أوكسفورد يعني بيوفر للطالب من السنة ممكن الرابعة أو الخامسة، هو قدر يمسك القلم، قدر يستوعب الحروف الـ ABCs، خلاص هو بيبدأ وبيتمرحل وبيتدرج. فتخيل يعني لو طالب قعد شهرين ثلاثة في المركز أو سنتين ثلاثة، فحيكون بيرفكت أو كامل في اللغة الإنجليزية، وما حتواجه أي مشاكل تانية، وحتحل مشكلة اللغة الإنجليزية. الآن هي مشكلة كبيرة جدا صراحة بنواجهها، امتحانات الشهادة السودانية بنواجهها في كل يعني طرق الحياة. فبنتمنى انه يعني المعاهد تكون يعني متوفرة، ما هو بس معهد أوكسفورد، ولكن بنتمنى انه ولايتنا تنعم بالعديد من المعاهد بالعديد من الفكرة الجميلة، يعني ما بس اللغة الإنجليزية، لغة فرنسية، لغة الحاسوب، والتنمية البشرية محتاجينها جدا جدا. فصراحة الشباب بس في ظل أوضاع اللي نحن فيها، وبتمنى إنه الحروب دي يعني تجيف والمواطن ينعم بالأمن والسلام. بتمنى لكل سوداننا الحبيب وطن بجد عزيز علينا جدا، بنتمنى إنه كل المشاكل دي تنتهي والناس تعيش في أمن وسلام. فبتمنى من كل الولاية يعني تتكاتف كل المراحل اللي هي التعليمية، بتمنى الأمن والاستقرار إن شاء الله في الولاية.
شكرا جزيلا. أستاذ نور الدين سليمان إسحاق في معهد إكسفورد. نتمنى أن المعهد يستمر لهذه الدراسة اللغة الإنجليزية لكل الطلاب، وأولياء الأمور يساهموا في مجيء الطلاب لهذه المدرسة، لأن اللغة الإنجليزية بمناسبة لغة مهمة جدا في هذه العصر الموجودين فيه نحن، فبقت لغة العالم يعني. نحن في الفولة حزين أن نفتح معهد بالطريقة دي باللغة الإنجليزية، أن الطلاب يدرسوا بالطريقة دي حاجة جميلة جدا. نتمنى أن استمرار هذا المعهد وبجدية الطلاب والأعباء يستمر هذا المعهد، ونقوم نوصل لقدام معهد إن شاء الله تكون معهد بكل اللغات الأجنبية، إنجليزي، لغة فرنسية، لغة ألمانية، إيطالية، كل اللغات. ونحن بلدنا خاشة فيها منظمات بكمية جدا، فاللغة مهمة جدا. هسه نحن بنعاني كل المنظمات الخاشة في الدولة في الفولة إصطافها كلها أجانب من برا، بسبب أنه نقص في اللغة الإنجليزية في أطفالنا لم يتحدث اللغة الإنجليزية، أو خريجيننا ما يتحدث اللغة الإنجليزية بصورة طلاقة جدا، بذلك بنعاني في المعاينات باللغة الإنجليزية. ففي فرص كبيرة جدا بتجي في هذه المنطقة بوجود المنظمات ووجود الفرص بتاعت العمل، فنتمنى أنه هذه الفرصة تغتنم الفرصة كل الطلاب والطالبات وكل منطقة أبناء المنطقة يساهموا في اللغة الإنجليزية على أساس أنه يكونوا هم جزء من هذه المنظومة. فبالتالي إذا كان لم تتحدث لغة إنجليزية في هذا العصر أنت أميا يعني، مش أميا غير قراءة وكتابة أو لغة عربية فقط، لا، العالم بيجي يتحدث بلغات مختلفة جدا، لغة فرنسية، إنجليزية، ألمانية، إيطالية. فنحن زمان ما كنا نتوقع أنه يكون في منظمات في هذه المنطقة أو يكون في أجانب في هذه المنطقة، فحس إن شاء الله البلد كلها خشت منظمات عالمية ومنظمات وطنية. فنتمنى من كل الطلاب أو الشباب الموجودين يدرسوا اللغة الإنجليزية. اللغة هي طبعا أصلا هي ما مشكلة أنه زول كبير ولا صغير، أي زول مفترض يدرس. نتمنى يعني إذا كان أي زول عنده طموح ويدرس في هذه اللغة، فنحن نساعد إن شاء الله بقدر ما نستطاع ونرفع المعهد لقدام. نتمنى ربنا يوفقنا ويوفقهم جميعا، ويكون في استمرارية لهذه المعهد لفترة طويلة جدا. وأنا شاكر لكم جدا، كل الشكر للمجتمع وللأعباء ولحضوركم إن شاء الله. شكرا جزيلا. الاسم إسراء ياسين يوسف. الاسم إسراء ياسين يوسف، ولاية غرب كردفان، ولاية غرب كردفان، السكن الوحدة واحد. والله أنا سعيدة جدا بمعهد إكسفورد. تنشئة المعهد يعني بدايته من مختلف الولايات أولا، زايد الشت تاني على التماسك والترابط، بنتمنى إنه يزيدوا أكتر. والشيء الثاني أنا من ضمن ولاية غرب كردفان بمحلية الفولة، نحن سعيدين جدا بأنه يعني عندنا معهد يوم من الأيام بنسافر على أننا نمشي قدام بنتطور في اللغة الإنجليزية. ليلة المعهد جانا في ولاية غرب كردفان هنا، الشيء الأول. الشيء الثاني أنه نمنح أطفالنا وكبارنا وكل الأعمار أنهم مع دراسة اللغة الإنجليزية مهمة لنا في حياتنا اليومية، يعني إنه زول لازم بقت حياة العصر. وكلمة يعني أنت في الدول المتقدمة ما لم تكون عندك لغة إنجليزية ما بتكون مع الناس. وسعيدة جدا بإنه في معهد الإكسفورد، وإن شاء الله ما حتكون في أي مشكلة، حتلمنا كلنا على ترابط، ونزعى كل الجمهور إنه يقدم أبنائهم إلى
معهد اكسفورد للغات، حاسوب لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة إسبانية، في كل اللغات. مرحبا بكم في معهد اكسفورد، وأنا من ضمن مواطنين مدينة الفولة، ونتمنى إنه كل المواطنين إنه يزرعوا لأطفالهم عندنا من رياض مستوى أول لحد ما بعد الجامعة. شكرا جزيلا لكم. ونحن بالفعل يعني رغم انه ذل الاوضاع الحاصله في السودان كلنا نشهدها ليل ونهار، حاجه مؤسفه شديد، لكن قدر الله ما شاء وفعل. نسال الله البلاد ان يكون في امان وسلام ويعام جميعا. فعندي لكم رساله طبعا بخصوص مركز اكسفورد. ربما الكثير من الناس سمعوا بمركز اكسفورد لتعليم اللغات. ما شاء الله يعني المركز أخذ يعني شهرة وأخذ تابع تمام نسبة لتفاصيل إدارية أساتذة استاف ما شاء الله، وضمن الطلبة ذاته ما شاء الله يعني، ولنا أهداف الكثير والمزيد يعني. نود أن إن شاء الله ترسل رسالتنا بطريقة أوسع. وأقول كلمة ضرورية مهمة شديد، والله المعهد ما بيتبع لنا تماما ولا حقنا، لكن أحلى أصحاب البلد وأصحاب الأجيال، والمعهد معهدكم، ما دارين يكون يعني في سوء تفاهم ولمسائل ماديه انه الطالب ممكن يقف، لا ما عندنا التفاصيل دي بعيدا يعني. حتى لو في زول يعني مثلا ما عنده يعني مقدره وانه ناوي انه ولده ده يتعلم، يعرف كحاسوب ويعرف انجليزي ويعرف فرنسي، والله يا مرحب بهم. نحن اصلا دي هدفنا، ما الماده يعني الناس تقود فحمل انه ما عنده قروش ما بيجيب جناي او انا ذاتي ما بجي، لا ما عندنا كلام زي ده. لو عندك 10 هنا في البيت بنقبلهم لك مجانا، اي وانت بعد ذاك بتقدر. وفي نفس الزمن عندنا منح لدراسه الحاسوب مجان، رغم انه الحاسوب ياخذ كورسي ب 70 و80، لكن هنا فقط عندنا لا ب 5 الف فقط بتاعت الشهاده للطالب، وبنمنحك من داخل المركز بنمنحك فرصه انك تدرس لغه الحاسوب، وعندك ورش تنمية بشرية وتوعية، دي كلها ورش تجيك مجانا. وإن شاء الله في الأيام المقبلة برضو عندنا ندوات بالنسبة لتعليم الفقه ودراسات إسلامية، وبنفس الطريقة إن شاء الله. ونسأل الله أن يكون التوفيق كده جميعا معنا، ونشكركم شكر جميعا إن شاء الله. The name of Allah is the most gracious, the most merciful. Hello, my name is Isa Adam Ishaq. I'm one of the staff of Oxford Cultural Center. I have a message for this institute. Firstly, every dream began with a drama, and always remember you have the wisdom, you have the strength and patience and the passion. And we know that this dream will be done by determination and hopes. So we are here try to achieve this hope, which is that we are open this institute here.